السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. بعد ما انتهت المقابله المنتخب الوطني وتاهل المنتخب الوطني لنصف النهائي، راح نديروا فيديو قصير نوعا ما ويتعلق بتحليل تحليل طريقه لعب المنتخب الوطني وتحليل هدف اللي سجله المنتخب الوطني وايضا الهدف اللي جاء في شباك المنتخب الوطني اي ضربه جزاء. إذا الهدف الأول للمنتخب المغربي اللي كان عن طريق يعني خطأ من لاعب تيتراوي لاعب بارادو بعد ما اسقط اللاعب رقم 4 بندريس، وبالتالي يعني كان قادر يخلي الكرة للمدافع رقم 4، لكن هذه داخلة كما قلت بالأمس ك يعني نقص للخبرة ونقص التكوين. راح نخلوا خوتي كيفية تسجيل المنتخب المغربي اللي ضرب الجزاء والخطا اللي وقع فيه المنتخب الوطني الجزائري. اذا كما تشوفوا خاوتي الهدف اللي جا منه ضربه جزاء المنتخب المغربي بعد ما شتت الكره اللاعب رقم 4 بندريس صلاح كان ساقط في الارض، من بعدها اللاعب رقم 10 للمنتخب المغربي هو اللي مسك الكره، من بعدها كاين لاعب اللي رقم 19 مهرة عبد الرزاق كان وراء اللاعب، وكان لما جرى بالكرة اللاعب رقم 10 كان خلفه وراءه لاعب رقم 24 هو التيتراوي. التيتراوي هنا الغلطة تاعو لما تقدم باش يوقف اللاعب رقم 10 يدخل منطقة العمليات. لما دخل منطقة العمليات كان يعني من الأجدر يعني هذه تبقى تقديرات فقط أنه خلاه اللاعب رقم 4 هو بندريس اللي كان في المنطقة، بجانب أيضا أنه كان لاعب آخر ثلاثي مغربي لاعب رقم 9 واللاعب رقم 11، لكن ما ننساوش أنه المنتخب الوطني أيضا كان فيه ريان دهيليس في الدفاع وكان فيه لاعب الاخر رقم 6 اللي هو 20 مهدي، يعني كنا يعني متعادلين نوعا ما في عدد اللاعبين، لكن هذا كما قلت يعني امور داخله في التكوين، قله خبره. اللاعب التيتراوي رجع وخلص الكره، حاول انه يخلص الكره وبالتالي دار خطا اللي في داخل منطقه العمليات، وبالتالي تحصل اللاعب المغربي على ضربه جزاء. كان بالاجدر يخلي صراحة يخلي رقم 4 هو اللي يتقدم بدل ما كان يخلي رقم 4 هو اللي يتقدم بدل ما يكون هو، لأنه كان هو متأخر نوعا ما، أو يخلي لا كوفرتير تكون قادر يكون ريان دهيليس يعاون أيضا، يخلي الكوفرتير والتغطية لريان دهيليس اللي كان قادر يقص الكره في المنطقه هذه، وبالتالي ما تكونش خطوره. لكن هذه امور تقديريه، معليش اللاعب مازال في التكوين، مازال يزيد يتعلم الاخطاء نتاعو. اذا هذا هو يعني كملخص للهدف الاول، كيفيه تسجيل الهدف الاول وكيفيه انه المغرب توصل لضربه جزاء عن طريق اللاعب رقم 10 اللي يتقدم وتحصل على ضربه جزاء بعد خطأ من اللاعب تيتراوي اللي عرقل اللاعب داخل منطقة العمليات. ما شفتوا خوتي بعد ما حللنا الهدف نتاع المنتخب المغربي اللي جاء بعد خطأ من لاعب وسط الميدان تيتراوي لاعب نادي بارادو، راح نتكلموا الآن على الهدف اللي جاء اللي سجله المنتخب الوطني في الدقائق الأخيرة، وكان هدف هذا يعني فكرني بحوالي 11 سنة بتاريخ 2010 بعد مقابله ملحمه انا نسميها ملحمه كابيندا في انغولا للمنتخب الوطني ضد كوت ديفوار، والهدف اللي سجله مدافع المنتخب الوطني مجيد بوغرا اللي هو قلب الدفاع صعد في الدقائق الاخيره وسجل هدف براسيه. هذا الهدف يتطابق نوعا ما لهدف المنتخب الوطني بالامس، يعني لو نقارنوا نلقوه يعني متشابه لدرجه كبيره. دهيريس ريان مدافع اولمبيك مارسيليا هو مدافع وجد نفسه كراس حربه ويقدم اسيست لسامي ماهور، يعني هذه اذا بينت انه التكوين يلعب دور في اوروبا،
انه اللاعب يعني ما يقولش باللي خلاص انتهى الامر وراني مدافع كلاسيكي في بطوله واد كنيس ما لازمنيش نطلع رغم انه الدقائق الاخيره لازم نستميت باش نربح ما كانش هذه انت خلاص الدقائق الاخيره منتخب مغربي اقوى مني خلاص هيا نرفع الرايه البيضاء ونروح. لا هذه علاش نقول اللاعبين اللي في اوروبا التكوين تاعهم يعاوننا. الله غالب ما عندناش تكوين في الجزائر، نهار يعود كاين تكوين مش مشكل نجيبوا حتى 10 ولا 20 جوار والبطوله معليش، مي ما عندناش. اذا اللقطه هذه لقطه الهدف شبهتها بلقطه بجيد بوقرة، يعني كانها صوره طبق الاصل. اذا راح نشوفوا التحليل تاع الهدف نتاع المنتخب الوطني اللي جاء بعد جهد جهيد في الدقائق ولا في الانفاس الاخيره. اذا خوتي هدف المنتخب الوطني، الهدف التعادل جاء في الدقائق الاخيره، جاء بعد مهارات فرديه حيث انه اللاعب بالحاج توغل بين اللاعب رقم 21 و9 المنتخب المغربي واعطى كره، عاود خرج له اللاعب رقم 24 تيتراوي واعطاه الكره. تيتراوي كان ايضا بين اللاعب رقم 9 و10 يعطي الكره للاعب رقم 10 هو ماهور، سامي ماهور، اللي بدوره يبد كره طويله للاعب رقم 15 ايت عامر. كرة طويلة، وما ننساوش انه ايت عامر دار كونترول دو بال تاع لاعب كبير، توقيف الكرة تاع لاعب عنده ديكاليتي، وهذه اللي ميزتنا على باقي المنتخبات المهارات الفردية. عندنا لاعبين يعني يلعبوا في اندية اوروبية محترمة، ولما نرجع للسابق نعرفوا باللي كان عندنا نقص في اللاعبين المغتربين وما عندناش الكاليتي الذي كان دائما نتقصاه في الادوار الاولى. اذا بعد ما اعطى الكره رقم 15 ايت عامر بدوره جلب معاه لاعب رقم 13 المغربي واللاعب رقم 11 واعطى الكره للنعماني للاعب اتحاد العاصمه. لهذا اللاعب صراحه رغم انه ضيع ضربه جزاء لكن يعجبني اللاعب هذا، دخل في مقابله النيجر اعطى اسيست لايت عامر وكان قريب يسجل، وايضا المره هذه يعطي كره رائعه خرافيه للاعب رقم 5 شكون هو ريان دهيليس قلب الدفاع اللي صعد ولا كمهاجم راس حربه. وهذا الهدف يذكرنا بهدف مجيد بوقرة ضد كوت ديفار في 2010 لما تقمص دور راس الحربه مجيد بوقرة وسجل الهدف. اذا ريان دهيليس اللي توغل مكان هنا كان المدافعين لاعب رقم 2 ولاعب رقم 4 ولاعب رقم 6 ورقم 3 اللي كانوا ماهمش مغطين مليح. هنا قبلها لما اعطى كره ماهور اللاعب رقم 15 ايت عامر، ماهور تقدم بسرعه البرق داخل منطقه العمليات وكان بجنبه ايضا اللاعب رقم 22 بالمختار، واللاعب الاخر كان هو عمار اللي كان هنا بجنب رقم 6 و3، وايضا بالحاجي اللي تقدم بمنطقه العمليات لاعب السياسي. اذا هنا عندنا تفوق عددي، لماذا عندنا 5 لاعبين مقابل 4 لاعبين. من بعدها قلت اعطى كره ولا اروع اللاعب نعماني لدهيليس ريان رقم 5، وبالتالي من بعدها ريان دهيليس يعطي كرة لماهور لطبيعة الحال يسجل هدف ولا أروع في المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة. هنا قلت تبان الفرديات، لما يعود عندك مهارات فردية راح تنقذك، ما عندكش تكتيك وما عندكش طريقة لعب لكن عندك مهارات فردية هي اللي صنعت الفارق. إذا هذا هو تخطيط للهدف التعادل، وبسببه رجع المنتخب الوطني في المباراة خاصة في ضربة الجزاء ومنحوا شحنة إضافية ومعنوية عالية للتأهل للدور النصف النهائي. إذا مثل ما شفتوا خوتي هدف جاء يعني بمهارات فردية، المهارات قلتها بالأمس وقلتها من اليوم الأول لمقابلة المنتخب الوطني ضد موريتانيا باللي عندنا مهارات ما شاء الله، مهارات فردية رجحت الكفة. المهارات الفردية هذه تاع المنتخب الوطني لحد الساعة راني نشوف البطولة العربية هذه
أقوى منتخب من ناحية الفرديات، أقوى منتخب يعني لو تقارن بين مصر بين كل المنتخبات من ناحية الفردية، منتخب الوطني فرديا من عنده فرديات ولا أروع. كما قلت تبقى التكتيك وهوية، مازال ما عندناش هوية لعب وطريقة لعب. إذن نتمناو التوفيق للمنتخب الوطني إن شاء الله بعد مقابلة تاع اليوم اللي تبان بين جزر القمر وتونس، والأغلب الظن راح تكون بتونس. إن شاء الله نشوفوا المنتخب الوطني في النهائي، ولما لا التتويج بالكأس العربية وكبداية ولادة جيل جديد كمنتخب خليفة لمنتخب محرز ورفقائه. إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.